مرحبا فيكم في فيديو جديد. طبعا الحين نسوي لكم مقارنه بالكاميرا الاماميه، جميع الكاميرات، لكن كبدايه الحين نتكلم لكم عن الكاميرا الاماميه. هنا عندي الايفون 12 برو، وهنا عندي الايفون 11 برو ماكس. راح اتكلم لكم عن كل الميزات. الميزات الرئيسيه، التصوير الليلي صار افضل في الايفون 12 برو، الايفون 12 كلها، والايفون 11 برو بدايه التصوير الليلي عند ابل، نزلتها في الايفون 11 برو او ايفونات ال11 السنه راحت. الميزات، الدولبي فيجن موجود في الايفون 12 و12 برو و12 برو ماكس، في الايفون 11 مش موجود الدولبي فيجن. الاشياء الثانيه برضو مثل الديب فيوجن موجود في الايفون 11، لكن على الكاميرا الخلفيه والكاميرا واحده على اللي هي العاديه الوايد، لكن في الايفون 12 على جميع الكاميرات يكون موجود، الخلفيه والاماميه وكلهم. وبرضو التصوير الليلي في الايفون 11 موجود على الكاميرا الخلفيه بس واحده، هنا الحين في الايفون 12 و12 برو موجود على جميع الكاميرات، وفي برضو التايم لابس حق تصوير الفيديو. راح احول معكم الكاميرا الخلفيه وانتم تشوفون الفروقات. اذا بتقارنون برضو الصوت، فمثل ما تشوفون السبيكر يطلع لكم، اذا كان الايفون من الايفون 11 برو ماكس او الايفون 12 برو، انتم كيفكم تقارنون. فهذا التصوير من الايفونات، شوفوا الاتش دي ار كيف. اتوقع واضح، واضح الايفون 12 برو تفوق بكثير على الايفون 11 برو ماكس. نكمل معاكم الحين، نحول لكم الكاميرا الخلفيه. طبعا بالنسبه لي اتوقع المقارنه ما راح تكون عادله ذيك الدرجه، بسبب انه قاعد اقارن الايفون 12 برو مع الايفون 11 برو ماكس. المقارنه الحقيقيه كانت تكون على الايفون 12 برو مع ال11 برو، او الايفون 12 برو ماكس مع ال11 برو ماكس. فاذا نزل الايفون 12 برو ماكس راح نقارنه مع الايفون 11 برو ماكس. بس ننتظر انا ما تنزل ابل ويوصل لنا ونسوي مراجعه كامله. ف انا اشوف احنا وجهه نظري ان الايفون 12 برو ماكس الوايد الكاميرا الاماميه شوي اكبر، وبرضو الشمس مثل ما نشوف الانعكاس او السماء، الايفون 12 برو افضل بكثير من الاتش دي ار الموجود مثل ما نشوف. نكمل معاكم نشوف في الليل برضو تصوير الليل كيف راح يكون الفرق بينه.
اوكي رجعنا معكم الان. الان تصوير الليلي الكاميرا الاماميه، انتوا تغرنون تشوفون الفرق، انتوا اللي تحكمون الكاميرا الاماميه. نحول لكم الكاميرات الخلفيه الوايد مثل ما نشوف. طبعا ان شاء الله اقدر ارفع، ما اقدر ما اتوقع اقدر ارفع الفيديو نفسه يكون HDR، والايفون 11 ما يدعم HDR فصعبه. لكن انا في وجهه نظري الحين اللي اشوفه في الشاشه عندكم في فرق كبير في الالوان في الايفون 12 برو. احول لكم ال 2X او التلفوتو، هذه هي. نرجع العادية. هذه الالترا وايد كإضاءة يعتبر الايفون 12 برو افضل بكثير، لكن كنويز ستيل توقع ما تقدر تشوفون شيء في الايفون 11 برو ماكس. 12 برو شوي في اشياء، في ديتيلز شوي. قبل ما ابدا الحين بصور لكم التصوير الليلي حق الجهازين مقارنه بينهم. مثل ما قلت لكم الايفون 12 برو التصوير الليلي او نايت مود يكون على جميع الكاميرات، الايفون 11 واخوانه كلهم حتى ال 11 برو ماكس اللي عندي هذا التصوير الليلي بس موجود على الوايد الكاميرا العاديه. فراح نصور بهم كلهم هنا بالثلاث كاميرات الخلفيه والكاميرا الأمامية وتشوفون الفرق في تصوير الليل. في اشياء ثانيه برضو لازم تاخذونها في عين الاعتبار، ان الايفون 12 برو في اللايدار الخلفي، فاللايدار في ميزه ان تقدر تسوي فوكس في الظلام برضو لحق شيء، تسوي عزل برضو لحق شيء في الظلام، لان الايفون 12 الايفون 11 اخوانه ما في لايدار، ف
الجهاز ما يدري ايش اللي تصور ان جالس علشان يسوي فوكس. هذه الاختلافات اللي بينهم. تقدر تقول ان المقارنه هذه حق الايفون 12 برو مع الايفون 11 برو او 11 برو ماكس، لان 11 برو 11 برو ماكس نفس التصوير او نفس الكاميرات ما في اختلاف، الا السنه هذه مع ال 12 برو ماكس في اختلاف بينهم بين 12 برو اللي عندنا هذا. راح نشوف قدام تشوفون كل شيء انت اذا وصل لنا الايفون 12 برو ماكس. انت الان قارنوا وحكموا. اتمنى انكم تشوفون الفيديو في التلفزيون يكون افضل، لان مصور انا بالعرض فالتلفزيون يكون اكبر وتشوفون الاختلافات كلها. فبس انتظرون فيديو ثاني. فبنهاية الفيديو تنسون الاشتراك بالقناة واشتراك بحسابي بسناب شات شرف يضغطكم وعمل لايك المقطع ونشر المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني. ولا تنسوني من فضل دعاكم والسلام عليكم.